لا يكون في ضيافة الله، وإنما يكون في ضيافة الشيطان، لأنه تارك الصلاة وترك العمود الذي عليه مدار الإسلام. يعني لأنه من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ومن حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ. فأخطر شيء أن يترك المريض الصلاة ويقول لك سوف أصلي بعد الشفاء. أين الضمان؟ أين ضمان الشفاء؟ أين ضمان أنك تقوم من هذا المرض وقد يكون موصولا بالموت؟ يبقى أنت أحوج إلى فقه المريض. والله تعالى يعني كما قال يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني كل هذا يعني من قواعد الإسلام، إن هذا الدين يسر. فالشيخ قال إذا لم يقدر المصلي على القيام استقلالا لعجز به أو لمشقة فادحة لا يستطيع معها القيام كدوخة في صلاة الفرض الواجب فيه القيام استقلالا بخلاف النفل فيجوز فيه الجلوس، ويجوز بعضه من قيام وبعضه من جلوس باتفاق أهل المذهب، حتى باتفاق أهل العلم عموما حتى في غير المذهب المالكي. النفل يجوز كله من جلوس، ويجوز بعضه من جلوس وبعضه من قيام وهكذا، لكن الفرض هو الذي فيه الايه؟ فيه التفصيل. الانسان طبعا بيصلي مستقيم يقف من غير استناد، لا لحائط ولا لعمود ولا لحبل ولا لعصا ولا لشخص، أو لمشقة فادحة لا يستطيع معها القيام كالدوخة. الشيخ الدرديل ضرب مثلا بالدوخة، أحيانا الإنسان يبقى عنده التهاب في الأذن الوسطى، أول ما يقوم يلاقي نفسه إيه؟ بيلف كده، مش هيقدر إيه؟ ما يقدرش يصلي قائما، وإلا وقت يبقى ده إيه؟ إن استطاع الاستناد مثلا على حائط أو على عمود أو أمسك حبل أو أمسك عصا حطها يعني تحت إيده أو تحت باطه كده وصلى، يعني يجوز له ذلك. يعني يا إما أن يجلس وإما أن يستند. وكذلك من ضمن زي الدوخة، الناس اللي هي عندها خشونة في الركبة، خشونة شديدة، خشونة درجات، يعني في صاحب خشونة يستطيع القيام، واحد صاحب خشونة لا يستطيع القيام، ممكن يمشي لكن القيام صعب عليه جدا، يبقى ده حكمه ايه؟ انه يجلس. ممكن يجلس على كرسي، يعني الجلوس على الكرسي ده جائز، بس بعد العجز عن القيام اهم شيء، لانه في بعض الناس لا يعجز عن القيام وفي الم في باطن رجله، في الم بسيط مثلا في الركبه، دوخه بسيطه، وتلاقيه يستسهل الجلوس على الكرسي. خلي بالك القيام في الصلاه فرض ركن، خاصة تكبيرة الإحرام والقيام له. إذا كان منفرد يصلي منفرد يبقى الفاتحة والقيام له. يبقى الذي يصلي جالسا ويقدر على القيام أو يستند ويقدر على القيام
ترك ايه؟ ركنين، ركن القيام في تكبيرة الإحرام وركن القيام بالفاتحة. يبقى صلاته طبعا باطلة في ترك الركن، لا خلاف فيها أنها باطلة، لأن ده ركن. كلمة ركن يعني أن الصلاة ناقصة. أما النافلة، النافلة عموما للصحيح والمريض يجوز أن يصليها الإنسان جالسا، تحية المسجد، النافلة القبلية، النافلة البعدية، الشفع، الوتر يقوم فيه، وركعة الفجر برضه يقوم فيهما، لكن باقي النوافل يصلي التهجد، يصلي الضحى، كله يصلي. بس الصحيح، الفرق بين المريض والصحيح في النافلة أن الصحيح صلاة في الثواب يعني على النصف من صلاة القائم، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيح، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم في الأجل يعني والثواب. لكن المريض حينما يصلي جالسا في النافلة وهو يقدر، المريض لا يقدر على القيام ويصلي جالسا، له الثواب كاملا لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. يعني الإنسان لما يسقط عنه شيء بالمرض يكتب له الثواب كاملا كأنه عمله صحيحا. أو قدر على القيام في الفرض ولكن خاف به ضررا كالتيمم، أي كالضرر الموجب للتيمم، بأن خاف، إيه الضرر الموجب الذي في التيمم؟ بأن خاف بالقيام حدوث مرض، زي هناك لو خاف باستعمال الماء حدوث مرض، من نزلة، يعني لو قام حصلت له إيه؟ نزلة أو إغماء، يعني أي مرض، إذا لو خاف من في قيامه أن يحدث له أي مرض يبقى يجوز له الجلوس من نزلة أو إغماء أو زيادة المرض الموجود، يعني إذا صلى قائما زاد المرض أو زيادته إن كان متصفا به قبل الدخول في الصلاة، أو خاف تأخر البرد. دول الثلاثة أشياء دي ذكرناها في التيمم، يعني متى يترك استعمال الماء ويتيمم، إذا خاف من استعمال الماء حدوث مرض أو زيادة مرض أو تأخر الشفاء. وهنا نفس الحال، يعني لا يترك القيام إلا إذا خاف حدوث مرض وهو قائم أو كان مريضا، ولو قام يزيد المرض، زي الناس أصحاب برضو الخشونة وأصحاب وجع الظهر، دايما الأطباء يحذرون من الوقوف الكثير للي عنده مرض في العظام عموما في الظهر أو في الإيه؟ أو في الرقبة أو في الركبة أو في مفصل القدم الأسفل، يعني هذه الأشياء دائماً الأطباء يحذرون من القيام، يعني حتى الطبيب المسلم المتدين يقول له صل على الكرسي، وإياك مثلاً من ساني الركبة أو إياك مثلاً من انحناء الظهر، يخوف يعني اللي عنده غضروف في الرقبة يقول له إياك مثلاً، والانحناء، انحناء الرقبة مع الرأس ممنوع، ولذلك بيدي له رقبة كده إيه تمنعه من انسناء الرقبة. أو خاف بالقيام
خروج حدث كريه. يعني في واحد مثلا لو صلى جالسا تحكم في الريح، ولو صلى قائما خرج منه الريح. وده ممكن ينطبق على الناس اللي بيعملوا عمليات بواسير او ناسور مثلا، فعضلة التحكم بتكون ضعيفة، ما تتحكمش في إخراج الريح. لكن لو جلس ما يخرجش الريح، لو صلى واقفا خرج الريح ولا يتحكم فيه. هذا عذر من الأعذار، يجلس لأن صلاته جالسا بالطهارة أفضل من إيه؟ من صلاته قائما بالسلس، لأن ده يعتبر سلس ريح. لكن هو طبعا يصلي طاهرا جالسا أحسن. أو خاف بالقيام خروج حدث كريح. خلي بالك علشان بطك إيه؟ في مشكلة هنا ممكن تشكل معاك. إحنا قلنا هناك من مبطلات الصلاة إن هو لو صلى وهو حاقن أو حاقد أو حازم، يعني خايف من انفلات البول أو الريح أو الغائط، فمنعه من القيام أو منعه من الركوع أو منعه من السجود، فده صلاة بطل. خلاص ده يذهب إلى دورة المياه ويتبول ويتبرز ويخرج الريح. خلي بالك المسألة دي غير المسألة دي، دي مسألة ودي مسألة. ده مريض، هذا مريض. أو خاف بالقيام خروج حدث كريه. وضربنا مثل للي عامل عملية البواسير والناسور وأي عملية في المسالك البولية عموما، زي البروستاتا مثلا بتفلت البول، عضلة التحكم تضعف، فلو صلى واقفا خرج البول او خرج الريح او خرج الغائط، ولو صلى جالسا لا يحصل هذا، يبقى ده يصلي جالسا بالوضوء محافظا عليه ولا يقف. يبقى اللي اسقط الوقوف يعني الخوف من حدوث الحدث كالبول او الغائط او الريح. أو خاف بالقيام خروج حدث كريح. طبعا الريح والغائط والبول أي شيء من المسالك. استند ندا لغير جنب وحائض، يعني يستند لشخص طاهر، يعني لا يستند للحائض ولا يستند للجنب، بأن يستند لحائط أو على قضيب أو لحبل يعلقه بسيف البيت، بسقف البيت، ويعتمد على إمساكه في قيامه أو على شخص غيره، يعني غير الحائط والجنب. يعني الاستناد يكون إما لشخص غير جنب ولا حائط، يستند إما للحائط وإما للعصا وإما لحبل يعلقه في السقف أو على شخص طاهر، يعني ليس محدثا حدثا أكبر. وإن استند للحائط أو للجنب قال أعاد بوقت ضروري، يعني أن الصلاة صحيحة، لأن دائما الإعادة في الوقت الضروري تكون إيه؟ مندوبة، كما نبهنا قبل ذلك ونبه الشيخ على هذا. فلو صلى جالسا استقلالا مع القدرة على القيام مستندا صحت. فلو صلى جالسا استقلالا مع القدرة على القيام مستندا صح،
يعني واحد ممكن يصلي مستند إلى الحائط أو العمود أو إلى العصا أو إلى شخص يقف جدواره، لم يفعل هذا وإنما جلس لم يستند. يبقى إذن الترتيب بين الوقوف وهو مستند والجلوس على سبيل الاستحباب، يعني الأفضل أن يصلي جالس واقفا مستندا الأفضل. فإن جلس يعني صلى على الكرسي صحت صلاة. فإن تعذر القيام بحالته جلس كذلك أي مستقلا وجوبا انقضى. يعني إذا تعذر القيام لم يستطع القيام لا مستقلا ولا مستندا، يجلس مستقلا وجوبا. يعني برضو حتى الجالس ما يستندش، يعني ما يجلس كده جنب عمود ويركن ظهره عليه وهو يصلي. خلي بالك هذه معنى الجلوس المستقل. طيب في واحد مريض ما يقدرش يستقل في الجلوس، انت بتشوف المقطع احيانا يحط له وسائد من هنا ووسائد من هنا، يبقى ده لا يستطيع الجلوس ايه؟ مستقلا. يبقى ده يجوز له ايه؟ الاستناد الى وسائد من هنا او الى الظهر. بس لكن الذي يقدر على الجلوس هكذا ما يستندش، لو استند في تكبيرة الإحرام والفاتحة صلاة باطلة. الله. خلي بالك. يعني خلي بالك صلاة المريض دي مرحلة مرحلة أو حالة حالة. عندنا الوقوف مستقل، الوقوف مستند. طبعا الوقوف مستقل لو صلى وهو مستند صلاة باطلة. كما ذكرنا في فرائض الصلاة في تكبيرة الإحرام والقيام لها. أحيانا واحد يبقى على اخر الحائط على اخر الصف من هنا بالورا الحائط، واحيانا يكون من هنا من اليمين او الشمال، وبعدين ايه يستسهل ويركن على الحائط الله اكبر. طبعا كده ضاع منه ايه ركن القيام لتكبيره الاحرام، لانه هو يجب عليه ان يقف مستقيما، فلو استند بطل الصلاه. كذلك هنا لو كان مريضا وصلى بجوار الحائط يستند. طيب لو جلس جالس، يعني الذي يقدر على القيام بس باستناد يجوز له ايه؟ الجلوس. كان الصلاه هنا صحيحه والصلاه هنا ايه؟ صحيحه. فإن تعذر القيام بحالته جلس كذلك أي مستقلا وجوبا إن قدر، وإلا فمستندا. يبقى إذن لم يستطع القيام مستقلا ولا مستندا ولا جالسا مستندا، يعني عجز عن كل هذا، يبقى يعمل إيه؟ يستند وهو جالس، يستند وهو جالس، ما دام عاجز عن الأحوال الثلاثة. طيب كيف يصلي؟ كيف يصلي وهو جالس؟ طبعا دي صفة مستحبة، وندب وتربع ندبا له، أي للجلوس في القيام، أي في الحالة التي يجب فيها القيام للقادر، وهي حالة التكبير للإحرام والقراءة للفاتحة والسورة والركوع. يعني أثناء الفاتحة والسورة يجلس هكذا متربعا. يجلس هكذا.
يتربع، يقول الله أكبر، يقرأ الفاتحة والسورة ويركع، يركع هكذا ويضع يديه على الأرض. الصفة دي مستحب، يعني كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يجي عند السجود يغير الهيئة، يعني يجلس طبعا رجله اليمنى ويجلس كجلوسه للتشهد، يثني رجله اليمين ورجله الشمال تحتيه، يجلس عليها او يجلس على اليتين ويسجد، يسجد في الارض. يعني في بعض الناس طبعا اللي مش حاضر الفقه بيوم للركوع والسجود، يعني يعمل في الركوع كده وفي السجود كده، مع انه يقدر يسجد في الارض. احنا يسجد في الارض، واما في حاله الجلوس بين السجدتين وللتشهد فالافضاء، الافضاء يعني يجلس بإليتيه على الارض عند الامام مالك رضي الله عنه، كالمتنفل من جلوس، فانه يتربع نبا في محل القيام ويغير جلسته في التشهد وبين السجدتين. يبقى إذن السجود لا يسقط عنه إلا بعذر، يعني عنده ألم في الظهر يدوب يقدر يعمل كده، الله أكبر الله أكبر، والسجود يجعله أخفض من الإيه؟ من الركوع، لكن ما يقدرش يسجد في الأرض، عاجز ظهره هنا أو رقبته ممنوع إن هو إيه؟ يسجد في الأرض. ده في حالة يومئ للركوع هكذا وللسجود أفضل شوية فقط، ويميز طبعا بين الركوع والسجود بالتسبيح، يعني يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ويقول سبحان ربي الأعلى في السجود، لأن برضو يعني الصلاة من جلوس تحتاج إلى يقظة شديدة، لأنه يعني ممكن يسجد سجدة واحدة يفكر المسجد مرتين، وممكن يعد ركعة ويتشهد، ممكن يعد ثلاث ركعات ويتشهد، فهي تحتاج إلى يقظة، لابد ياخد باله، يعني يركز تركيز شديد. نعم. يعني نسبة التركيز توصل ل 90%، لو غفل هيلاقي نفسه مش عارف يقف الركعة اي ركعة، لان مفيش قيام ولا كله ايه؟ الركوع والسجود كله ايمان زي بعض، كله مساوي بعضيه، يعني ايه الركوع؟ السجود اخفض من الركوع، لكن فتحتاج الى يقظه، بعدين هو بيصلي وحده مش بيصلي وراء الامام. فالذي يؤمن للسجود وهو قادر على الركوع على السجود صلاة باطلة. ليه؟ لأنه دي أركان لا تسقط إلا بعد العجز أو المشقة الشديدة أو زيادة المرض أو تأخر الشفاء. يعني الفرض لا يسقط إلا بالعلل الإيه؟ الثلاثة دي، حدوث مرض أو زيادة مرض أو تأخر الشفاء. وهذا الكلام ذكر في التيمم قبل ذلك. والأصل في هذا طبعا قوله تبارك وتعالى في وصف أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. طبعا روى جمهور المفسرين عن سيدنا عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة أن هذه الآية في الصلاة، يعني أنهم يصلون قياما إن قدروا
ويصلون جلوسا إن عجزوا. ده الدليل من القرآن. الدليل من السنة حديث رواه الجماعة السبعة، رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنة أبو علي بن أحمد، حديث سيدنا عمران ابن حسين رضي الله عنه وعن نبيه قال رضي الله عنه: زارني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت بي بواسير، فزارني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمران صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ده أصل صلاة المريض اللي احنا بنتكلم فيه. هنا يعني تاخد بالك من كلمة فإن لم تستطع. صل قائما، يبقى قائما لو أنت قادر على القيام جلست الصلاة، لو أنت قادر على القيام واستند. أحيانا المرض يبقى خفيف، يعني واحد عنده صداع خفيف، عنده دوخة خفيفة، عنده وجع في الضرس. الناس دلوقتي إيه؟ بيتعلل بأي شيء، يلاقي أي تعب يجري على إيه؟ على الكراسي ويجلس. أي تعب، لكن لا، دي ضرورات. في البخاري سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق فرس فجحش شقه. معنى جحش شقه يعني يقول ايه؟ الجلد اتكرر كده، وضع صعب. قال: فحضرت الصلاة فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، وصلينا وراءه جلوسا. لكن طبعا جلوس المأمومين ده نسخ، يعني نسخ، يعني اذا صلى الامام جالسا فالمصلون يصلون قياما. صلى الامام جالسا، ولم يجلس هذه الحالة الا الامام احمد رضي الله عنه، لكن عند باقي الائمة قالوا هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. اما باقي الائمة قالوا يشترط في الامام ان يكون قادرا على جميع الاركان، يعني يقوم ويركع ويرفع ويسجد ويرفع ويسجد. لكن الشاهد معنا في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعني جحش شقه صلى ايه؟ جالسا صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابن قدامه الحنبلي قال: هذا دليل على انه يعني أدركته مشقة شديدة في القيام، يعني لم يجلس إلا بعد المشقة، يعني لو استطاع صلى الله عليه وسلم القيام لقام، يعني لم يصلي جالسا إلا إيه؟ من أجل المشقة الشديدة، لأنه يعني صلى الله عليه وسلم يعني سيد أهل الهمة صلى الله عليه وسلم. فده الدليل على ان ايه؟ يعني ان الركن في الصلاه لا يسقط الا بالمشقة الشديدة، اللي هي اللي قلناها حدوث المرض او زيادة المرض او تأخر الشفاء. ولو استند القادر على القيام استقلالا في غير قراءة السورة، وذلك في الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع، بحيث لو أزيل العماد الركني، بحيث لو أزيل المستند إليه لسقط المستند، بطلت صلاته.
لأنه لم يأتي بالفرض الركني. يعني الشيخ بينبه تاني يقول: ولو استند القادر على القيام، زي ما قلنا اللي بيصلي آخر الصف من اليمين أو اليسار وأثناء تكبيرة الإحرام استسهل وركن على الحائط وقال الله أو وهو راكع أو وهو يقرأ الفاتحة، لأن دي أركان تكبيرة الإحرام القيام لها، الفاتحة القيام لها، والركوع أيضا لابد أن يركع مستقلا وليس مستندا لازم. فلو استند بطلت صلاته، يعني حتى في أثناء الازدحام يحاول أن يعني ما يعتمدش على الحائط، ما يعتمدش حتى يعني برضه يحاول أن يقف مستقلا. لأنه لم يأتي بالفرض الركني، الفرض يجب الإتيان به، فإن يعني لم يأتي به بطلت صلاته. قال: وإلا يسقط على تقدير زواله أو كان استناده في السورة كره استناده، يعني لو استند أثناء قراءة السورة لا شيء، يعني هو كبر مستقلا قراءة الفاتحة مستقلا، جاء عند السورة ركن على الحائط، قال كره ذلك، لكن صحت الايه؟ صحت الصلاة، لأن السورة الاستناد فيها سنة، قراءتها سنة، والاستناد والقيام فيها سنة، وكونها سرا أو جهرا سنة، ويعني ترك السنة مكروه. أو كان استناده في السورة كلها استناد، ولا بطلان. أما لو جلس في أثناء قراءة السورة هو جلس، قال فلو جلس حال قراءة السورة بطلت صلاته للإخلال بهيئة الصلاة لا لترك الركن، لأنه طبعا إذا جلس أثناء السورة هيقوم تاني ويركع، يبقى في هنا ايه؟ اخلال بصورة الصلاة، لم يصلي صلى الله عليه وسلم هكذا، خصوصا في الفرض، احنا ما نتكلمش عن النفل الآن، النفل قلنا يجوز صلاته كله جالسا، ويجوز صلاة ركعة جالسا وركعة واقفا، أو بعض الركعة جالسا وبعضها واقفا، يعني ممكن مثلا في صلاة القيام واحد كبر وهو جالس، وقبل ركوع الإمام فاضل مثلا كم آية قام وركع مع الإمام جالس، لأن روى سيدنا أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، فإذا بقي من قراءته قدر 40 أو 30 آية قام فقرأها ثم ركع، ده الدليل. لكن في الفرض لو جلس في أثناء السورة بطلت الصلاة للإخلال بالهيئة، للإخلال بهيئة الصلاة لا للجلوس أو ترك الركن، لأن مفيش ركن في الإيه في السورة، قيام فيها إيه؟ سورة. ثم إن لم يقدر على الجلوس بحالته صلى على شق أيمن، اللي هو قال لنا صلى سيدنا عمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، يبقى الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر،
صلى على شق أيمن بالإيماء ندا فأيسر إذا لم يقدر على الشق الأيمن ندبا أيضا فعلى ظهر اللي هو إيه؟ فإن لم تستطع فمستلقيا أي على ظهرك ورجلاه للقبلة فإن لم يقدر فعلى بطنه ورأسه للقبلة فإن قدمها على الظهر بطل إذا المريض لم يستطع الجلوس لا مستقل ولا مستند يبقى يصلي على الجنب الأيمن كأنه راقد على الجنب الأيمن يخلي إيده قدامه وينام ورجلاه للقبلة ووجهه للقبلة كوضع الميت في القبر يبقى رأسه من الناحية الغربية ورجلاه من الناحية الشرقية ورجلاه ناحية القبلة ووجهه كوضع الميت في القبر تماما ويصلي مومئا برأسه يعني هو راقد يعني إشارة فقط إشارة للركوع وإشارة أي إشارة مش تحت شرط يعني يومئ إيماء شديد لا إذا لم يستطع الشق الأيمن فيه ألم يبقى إيه؟ الشق الأيسر ينام بالعكس يبقى رأسه من الناحية الشرقية ورجلاه من الناحية الإيه؟ الغربية ويصلي هكذا على الجنب الإيه؟ اليسار إذا لم يستطع في ألم في الجنب الأيمن أو الأيسر يبقى يستلقي على ظهره يستلقي على الظهر يعني زي اللي نايم على ظهر رجلاه للقبلة ورأسه عكس القبلة استحب العلماء انه يضع وسادة تحت رأسه او وسادتين يعني ممكن يعني الوسادة تبقى ايه رقيقة يبقى يخلي وسادتين في بعض قال علشان يبقى وجهه موجه للقبلة وركوعه بالإيماء يعني إيماء كل القبلة بدل ما يبقى للسماء يعني نعم هو طبعا ايه الأفضل أن يضع تحت رأسه مخدة أو مخدتين علشان يبقى ناحية الإيه؟ ناحية القبلة الوجه نفسه الوجه ويومئ بوجهه أو بعينيه للركوع والسجود ده على حسب استطاعته الترتيب بين الجنب الأيمن والأيسر والظهر مندوب يعني يبدأ بالأيمن إلا ما يستطع في الأيسر إلا ما يستطع في الظهر لكن إذا اختار أي حالة من الحالات جائز يعني مفيش ترتيب بين إيه الأيمن والأيسر والظهر إنما الترتيب على البطن ما ينتقلش من الثلاثة دول على البطن ينام على بطنه دي آخر مرحلة دي إلا إذا عجز عن الصلاة عن الجنب الأيمن أو الأيسر أو الظهر والجنب الأيمن والجنب الأيسر والظهر طيب بالنسبة للبطن ينام على بطنه ورأسه للقبلة ورجلاه عكس الايه؟ اما بقى ممكن يضع وسادة مثلا تحت ايه صدره علشان يقدر يعني يومئ للسجود للركوع والسجود. تأمل هذا يعني ان الصلاة لا تسقط عن المؤمن ما دام عقله في رأسه. ما دام عقله في رأسه لأنه كل تكليف بشرط العقل ما دام العقل موجود يبقى الصلاة لا تسقط الركن الوحيد الذي لا يسقط إلا بالموت أو الجنون أو الإغماء
والسلام، أو فقد الطهورية اللي هو لا يجد الماء ولا ترابا ولا شيء يتيمم عليه. هذه الأعذار الأربعة اللي تسقط الإيه؟ تسقط الصلاة: الإغماء، الجنون، الموت، فقدان الطهورية أو فقد الإيه؟ بس الرأي مالك هو الراجح، الراجح سقوط الصلاة. لا يؤدي ولا يؤدي. الإمام مالك هذا رأيه ورجحه الشيخ خليل ومعظم يعني جمهور العلماء على أنه يعني لا يصلي، لأنه لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وهو والله أولى بقبول العذر كما قال عليه الصلاة والسلام. وبطلت إن قدم الاضطجاع مطلقا على الجلوس بحالتين. خلي بالك، يعني الصلاة جالسا باستقلال أو باستناد مقدمة على الجنب الأيمن والأيسر والظهر وجوبا. فلو واحد يقدر يصلي جالسا مستند أو غير مستند وصلى على الايمن او الايسر او الظهر صلاته باطله. خلي بالك في الترتيب بين يعني احوال صلاه المريض. برضه نقول تاني، عندنا الصلاه مستقله، واقف مستقل، هذا هو الاصل، لا يستند ولا يجلس الا اذا خاف مرضا، حدوث مرض أو زيادة مرض أو تأخر الشفاء، ما ينتقلش إلى الاستناد أو الجلوس إلا بالأعذار الثلاثة. يجلس مستقلا أو يستند إن لم يستطع الاستقلال. إذا لم يستطع الاستقلال يعمل إيه؟ يستند جالسا بمخدات على جنبيه مثلا، او يستند كما انا مستند هكذا على الظهر، يجلس مستند ويسند. بعد ذلك ينتقل الى الجلوس إلى الجنب الأيمن والأيسر والظهر، يختار أي حالة من الأحوال الثلاثة، يختار أي حالة من الأحوال الثلاثة بعد العجز عن الجلوس. إذا عجز عن الثلاثة يبقى آخر حاجة اللي هي إيه؟ الاستلقاء عن بطن ورأسه الجلوس. فلو صلى عن بطن ويقدر على الأيمن أو الأيسر أو الظهر صلاته إيه؟ باطلة. هذه يعني سلسلة أحوال صلاة المريض، يجب العلم بها حتى لا تبطل صلاته. هذا والله تعالى أعلم.